حتى نقدر نفهم كليرلي مبدا الراوتينج على اللاير 3 خلونا ناخذ هذا الاكزامبل. انا في عندي تو لانز هن كونكتد توجذر باي راوتر، يعني بمعنى تاني انا بدي اعمل راوتينج بين هدول الاثنين لانز. خلونا نجي على البي سي الاول ونعمل له كونفيجريشن. حاعطي الاي بي ادريس اللي هي 10.10.10.1 والسبنت ماسك حخليه مثل ما هو، اما الجيت واي اللي انا بدي اعتمده هو 10.10 كمان 10 واخر وحده كمان 10. كذلك امر حروح على البي سي الثاني من النتورك الثاني، حروح على الديسك توب اي بي كونفيجريشن، حقول له هالمره بما انه كلاس C192.168.1.1 واكيد السبنت ماسك حيكون الديفولت، حاختار الجيت واي 192.168.1.254. هدول التو بي سيز انا بدهم يحكوا مع بعض، تقدروا يحكوا مع بعض كل واحد منهم بنتورك، يعني بدي اعمل كونفيجريشن للراوتر. بما انه انا في عندي دايركتلي كونكتد راوتينج، فاذا حاكتفي اني بس اعمل كونفيجريشن للانترفيسز على الار 1. حفوت على الار 1 على الجلوبال كونفيجريشن مود، وبقلب الجلوبال كونفيجريشن مود انا حبلش ماي كونفيجريشن. سو حقول له انيبل، حقول له كونف تي، حغير الهوست نيم بشكل انه يكون اسمه ار 1 مشان الترتيب. نعمل سيف. اول انترفيس بدي فوت عليه هو الجيجا ايثرنت 0/0/0. شو الاي بي ادريس اللي بدي حطها؟ بما انه انا عم اشتغل على اول سيجمنت على ميله الشمال، فاذا اي بي ادريس 10.10.10 كمان 10 255 لانه كلاس A بثلاثه زيروز، وما ننسى انه كمان نضويه للبورت. وبهيدي الطريقه انا بكون خلصت الكونفيجريشن على هذا الانترفيس. نعمل اكزيت. ننتقل على الانترفيس الثاني اللي هو الجيجا ايثرنت 0/0/1. هالمرة الـ IP address بدها تكون class C last usable 192.168.1.254 بالسبنت هو 3255s، فإذا آخر شيء 0. وما ننسى كمان إنه no shutdown، وبدنا نعمل exit وما ننسى نعمل save. بهيدي الطريقة أنا بكون أمنت إنه هدول اثنين PCs يقدروا يحكوا مع بعضهم بشكل إنه يكون في عندي R1 بالنص. خلونا نسرع الزمن ونشوف شو اللي حيصير. حجرب اعمل بينج من بي سي لان 1 لبي سي لان 2. بمجرد ما عملت بينج اول مره حيعمل ان بروجرس لانه في عندي اي ار بي عم يشتغل، ثاني مره حلاحظ انه اتس سكسسفول. بهيدي الحاله اذا صار في عندي اي فيل اوفر على ار 1 مستحيل انه بي سي لان 1 يحكي مع بي سي لان 2، يعني بمعنى ثاني هيدا الراوتر اذا طفى صار في عليه اي بروبلم حتوقف عندي الكوميونيكيشن بين ذيز تو بيسز. والدليل اذا فوت على قلب الار 1 بروح على الفيزيكال، واذا بطفي للراوتر حلاحظ انه اوتوماتيكلي صار اللينك عندي داون. قد ما جربت اني اعمل بينج مش حيمشي الحال بتاتا. خلونا ناخذ كمان نفس الاكزامبل اللي اشتغلناه قبل، ولكن بدل ما يكون عندي 1 سنجل راوتر حيكون في عندي 2 راوترز، واحد منهم حاختاره انه يكون اكتف والثاني حيكون ستاند باي. مبدئيا النتورك الاولى اللي كنت عم بستعملها حتكون موجوده تحت 192.168.1.0 اللي هي كلاس سي، والثانية اللي هي 10.0.0.0/8 اكيد هيدي الكلاس A حتكون موجودة من فوق. لازم انا يكون في عندي gateway assigned على PC1، حنختار 10.10.10 كذلك الامر 1.254 مثل ما اشتغلنا قبل لتاني PC. ولكن مبدئيا تقدر حط هيدا الجيتوي على البي سي، لازم خلي هدول اثنين راوترز يتفقوا بين بعض ثرو HSRP بروتوكول مين الاكتف ومين الستاند باي. خلونا نفوت على اول واحد هون. انا حلاحظ انه حيكون في عندي اثنين انترفيسز الجيج 00 وال01، كل واحد منهم عنده اي بي ادريس مختلفه. حنفوت على الاول، حنجي نحن نقول له انيبل، حنقول له كونف تي. اكيد الانترفيس بيشتغل على الجيجا ايثرنت 0/0 الاول. حقول له الاي بي ادريس هالمره هي كلاس سي 192.168.1 ولكن مش الجيتوي. ححط ال 250، هيدي هي الاي بي تبعية الانترفيس. الجيتوي بيتم التوافق عليه ثرو اتش اس ار بي بروتوكول، سبنت 255 255 255 0 لانه كلاس سي، واكيد بدنا نضوي البورت. فاذا بنقول له نو شت داون، بمجرد ما قلت له نو شت داون صار البورت عندي اكتف. خلونا نعمل انيبل للاتش اس ار بي. تنقدر نعمل انيبل للاتش اس ار بي، اول شغله بدي استعمل الكيورد اللي هي ستاند باي. حاستعمل الفيرجن 2 بالاتش اس ار بي وحاكتب كلمه فيرجن 2، بعدين بدي احدد مين الجروب اللي انا بدي اشتغل عليه. حقول له هالمره ستاند باي، هيدا اول جروب فاذا جروب نمبر 1، وبدي اعطي الاي بي ادريس يلي بدي اتفق عليها مع الاذر بارتيز اللي موجودين عندي بهيدا الجروب انها تكون هي الجيت واي. فاذا هي 192.168.1.254. والستيب يلي بعدها اني انا احدد البرايورتي. فاذا عم اشتغل على الجروب الاول بقول له البرايورتي بدي اياها تكون هالمره 150، يعني هي الاعلى لانه الستاندرد هي 100. بمجرد ما حطيت البرايورتي سبب عندي 1 ستاب، حاعمل انيبل للبريامبشن كمان على ال1، بمعنى تاني اذا صار في عندي اي فيل اوفر اوتوماتيكلي يرجع يعمل الاكشن. فبما انه حطيتها بريامب خلصت الكونفيجريشن، وهلا بدي ارجع اعملها على الانترفيس الثاني. هلا انترفيس جيجا ايثرنت 0/1 على ميله الكلاس A نتورك، بدي اعطي الاي بي ادريس
هنختار نحن tan dot tan dot tan dot 200 والسبنت هو 255.0.0.0. كمان ما ننسى أنه نضوي البورت. زيادة عن هيك بدي اخلق أنا جروب تاني. فيني استعمل نفس الجروب لأنه كل واحد منهم على سيجمنت مختلف، على لان سيجمنت مختلف، ولكن مشان الكونفيوجن هاختار جروب نمبر 2. أول شيء هحط الفيرجن، فإذا فيرجن بدي إياها 2. الجروب يلي قررنا أنه نستعمله هو جروب نمبر 2. الاي بي يلي بدي اتفق عليها هي 10.10.10.10 to be a gateway address for the PCs يلي هم موجودين بهيدي النتورك. برجع كمان بدي احط البرايورتي ستاند باي 2. البرايورتي بدي اياها تكون هالمره اكيد 150 لانه هيدا كمان بدي يكون اكتف راوتر. وزياده عن هيك ما ننسى انه نعمل انيبل للبريامشن. فاذا يلي حيصير هلا حقول له ستاند باي، حقول له كمان الجروب اللي عم اشتغل عليه رقم 2 بدي انا اعمل انيبل للبريامشن. فاذا بقول له بري امبت، بعمل اكزيت وما ننسى نعمل دو رايت. نفس الكونفيجريشن بدي اعيدها على تاني راوتر يلي هو موجود هون يلي هو ستاند باي راوتر، ولكن بهيدا الراوتر بدنا نستعمل different priority. خلونا نشوف شو اللي حنعمل. هنقول له enable، هنقول له conft، هنفوت على اول انترفيس الجيجا ايثرنت 0/0، هعطيه IP address. ال IP address اللي انا بدي استعملها هي 192.168.1، استعملت هنيك 250 يعني هون 251. subnet class C، ما ننسى انه نضوي البورت. اكيد هالمرة بدنا نختار الستاند باي version، كذلك الامر تكون number 2. بدنا نقول له الستاند باي على اي جروب، على الجروب الاول لانه موجود من تحت مشان يقدروا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض. فاذا بقول له ستاند باي 1، هالمره بدنا نختار الاي بي كمان انها تكون 192.168.1.254 مثل قبل. بنرجع بعدين بنقول له ستاند باي، بدنا نحدد البرايورتي. البرايورتي لازم تكون هالمره اوطى من هيديك لانه هيدا ستاند باي، فاذا حتكون 100. بمجرد ما انا حطيتها 100 برجع بقول له ستاند باي، بدنا نعمل انيبل للبريامشن. فاذا بنقول له بري امبت، نعمل اكزيت، ما ننسى نعمل سيف. مورفر بدنا نعمل نفس الستابس ولكن على الانترفيس الجيجا ايثرنت يلي هو 0/1 يلي هو من ميله الكلاس اي نتورك. بدنا نحط الاي بي ادرس. الاي بي ادرس اللي حنتفق عليها هي 10.10.10.201، هونيك استعملنا 200. الكلاس هو كلاس اي، فاذا 255.0.0.0. ما ننسى اكيد انه نضوي البورت، وبمجرد ما ضويناه خلونا نعمل انيبل للاتش اس ار بي. ستاند باي فيرجن 2، هنختار الفيرجن رقم 2. بدنا نرجع لستاند باي على اي جروب نحن اشتغلنا على الجروب كمان نمبر 2. فاذا بقول له ستاند باي 2، هالمره الاي بي اللي بدنا نتفق عليها هي 10.10.10 تو بي جيت واي لهدول البي سيز. بنرجع بنقول له ستاند باي 2، بدنا نحط البرايورتي. البرايورتي لازم تكون اوطى من هيداك مشان يكون هو باك اب، حنختار ال 100. بنرجع بنقول له ستاند باي، بدنا نعمل انيبل للبريامشن، وبمجرد ما عملنا انيبل للبريامشن حنعمل اكزيت وحنقول له اكيد سيف. بهيدي الطريقه انا بكون خلصت الكونفيجريشن للاتش اس ار بي، والتوبولوجي تبعيتي صارت عم تشتغل على الشكل التالي. خلونا نعمل تيستينج تنقدر نعمل تيستينج تنشوف هل ترى بي سي 0 بيحكي مع بي سي 1. اكيد بدنا نكون عاملين لهم كونفيجريشن بالرايت جيت واي. هون عم بستعمل 1.254 وهون اكيد عم بستعمل الاربعة تنز اللي موجودة عندي هون. تنقدر نعمل كوميونيكيشن حنعمل بينج. فاذا من بي سي 0 لبي سي 1 ان بروجرس اول مرة، تاني مرة سكسسفول. خلونا نشوف بالسيموليشن مود كيف عم يمشي عندي الترافيك. اكيد بده يمشي الترافيك من خلال الاكتف راوتر. فاذا حقول له هالمرة بينج من بي سي 0 لبي سي 1، حنمشي ستيب باي ستيب. حيروح على السويتش، من بعد السويتش اكيد حيختار الاكتف راوتر. من بعد ما يختار الاكتف راوتر بده توصل لعند بي سي 1، بده يرجع بي سي 1 يرد من السويتش، كذلك الامر من الاكتف راوتر على السويتش، كذلك الامر على البي سي 0 and it's now successful. هلا اذا خلصت البينج عندي وبمشي كتير ترافيك، حلاحظ انه انا في عندي ترافيك عم بيمشي هو الاتش اس ار بي. هدول الاتش اس ار بي اللي موجودين عندي هون عم بيمشوا مشان يقدروا الراوترز يعملوا نيجوشيشن مع بعض. فاذا برجع هلا على الريل تايم وبرجع انا بروح على الاكتف راوتر، وخلونا نتاكد انه عاملين سيف، طلعنا عاملين سيف، حنروح على الفيزيكال، حقول له بدي طفي للراوتر، بمعنى تاني صار في عندي فيل اوفر بهيدي البورشن من النتورك، فحارجع للاكزامبل القديم اللي نحن اشتغلنا عليه. خلونا نشوف اذا عملنا بينج شو اللي حيصير. حعمل بينج من بي سي 0 لبي سي 1 ان بروجرس اول مره، بي سي 0 لبي سي 1 ان بروجرس، حنرجع نكمل مره ثانيه، اخر مره كانت سكسسفول يعني مشي الحال. يعني عمل ديتكشن انه صار في عندي فيل اوفر، انتقل على الستاند باي ودلت الكوميونيكيشن تمام بين بي سي 0 بي سي 1 بسبب الريدندنسي على اللاير 3. والفكرة الأخيرة اللي أنا بدي أخذها بعين الاعتبار كيف بقدر أعمل verification للstand by router أو للHSRP protocol. حنفوت على CLI، حنقول له هالمرة enable،
بمجرد ما قلت له enable انا الشو كوماند حاستعملها على الشكل التالي، حاكتب show بمجرد ما كتبت show بقول له show standby. فاذا بعمل enter automatically حيارجيني الانفورميشن اللي انا بدي اعرفها عن هيدا الراوتر، حيقول لي شو هي الاكتف فيرتشوال ماك ادرس اللي انا حاستعملها، كذلك الامر شو هي الفيرتشوال اي بي تاعت الفيرتشوال راوتر، وشو الفيرجن اللي انا عم بستعملها، وشويه معلومات. اكيد فيني استعمل show standby brief تعطيني اياهم بطريقه مختصره على شكل تيبل، وبيقول لي مين ان الانترفيسز اللي موجودين عندي انا كل واحد منهم على اي جروب. اكزامبل الجيج 00 على جروب 1 والجيج 01 على الجروب 2، وهون طالعين عندي البرايورتي 150، يعني بمعنى تاني هن اللي حيكونوا الاكتف بالراوتينج بروسس. اما بالنسبه للستاند باي هيدي هي الادرس تبعيته، والفيرتشوال اي بي اللي عم استعملها مع كل سيجمنت هن على الشكل التالي.